السلام عليكم الاخوان، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. كما قلت لكم، شوف انا درت العافيه، هي هادي حيت لي كدار من الصندوق ديالي، هو يعني خويتهم الصندوق اللي كان فيه التونيه كاع خويتهم لي كدار. لي كدار هما هادو، حيدتهم هنا. العافية هي هادي، الصندوق ديالي كرتو واحد شوية، دابا غنديرو فوق العافية. العافية هي هادي، الصندوق ديالي هو هذا، أنا غنديرو فوق العافية باش يتعقم ليا الصندوق، ما يبقاش فيه البيض ديال التونية. لاحظ معايا، الصندوق فوق العافية، ولكن ما تنساش حتى تسد فيه العافية وتخليك بلاش. شوية سخن نولي نقلب. الصندوق ديالي هو هذا، فيه الدخان مع الشماء مع داك البيض مع داك الوسخ ديالها كيتحرق. حيدنا هذا على هكا، غنديرو هذا. لاحظ معايا، الصندوق هو هذا، شوف كيفاش داير من الداخل، وغتلاحظ معايا ملي غادي نحيدو ان شاء الله غادي يتعقم وما يبقى فيه لا بيض لا حتى حاجه. ها الصندوق ديالي فوق العافيه، باش داك البيض كيتحرق كيتعقم ما كيبقى فيه حتى حاجه، كيتحيد منه المرض. وتبارك الله عليكم، وخطر اخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم. يلا السلام عليكم خوتي، حنا عقمنا وسالينا، دابا غادي نكرطو هادشي. وتبارك الله عليكم، يلا الله يعاونكم حتى مره اخرى ان شاء الله.